عودة إلى الرأي العام، يعني موضوع التدخين اللي شاغل البلد مشاكل بتعرف اقتصادية، وخاصة إنه في نمو غريب بموضوع الهاوي. قانون منع التدخين ممكن إنه يضر مثل ما كنا عم نقول بأصحاب هالمصالح هيدي، خاصة إنه في رواد كتير وسواح عرب بيجوا، خاصة إنه اليوم عندنا ثقافة بموضوع التدخين بالعالم العربي، منا معتادين على أشياء تانية مثل الشرب أو الباب يلي بأوروبا لقيوا إنه في عندهم إمكانية يستعملوا أنواع تانية للترفيه. بتعتقد حضرتك انه رح ينضر فعلا القطاع، وخاصة انك انت من شركات التبغ عندك عشبة او معسل عم بتبيعه، وكأنه في عندك حل لهالمعضلة هيدي يلي عم تعترض هالقطاع. بداية والسؤال الاول، شو هي هالمادة اللي عم تحكي عنها؟ كتار سألوني. مساء الخير لك وللمشاهدين. اهلا وسهلا فيك، تفضل. اول شيء هي هيربل، نوع من العشبه مكونه من عشبه وعشبه تانية ونكهه طبيعيه ما فيها ولا اي شيء مضر، والاهم من هيك انه النوع الوحيد يلي ما فيه جليسيرين باجمالا باغلبيه الدول الاوروبيه وباستراليا وبكندا. هي اجت الفكره من وراء صديقه من استراليا، محطوطه على الرف بسعر كثير رخيص، يعني سعرها 5 أو 6 دولار أسترالي، بينما انواع التبغ الثاني منا معفية من ضريبة الدخان، حقها بال150 و170 تيشجعوا العالم انه يدخنوا هيدا النوع ما يدخنوا هيداك لانه منا مأذية. هي ما فيها 0% نيكوتين و0% قطران و0% تبغ، ما فيها ولا اي شيء مضر. حتى الشخص الثاني يلي عم قاعد حدك اذا بيجي الدخان عليه، الدخان كثير خفيف منه مركز ما بيأذي، وإذا بتدخن بأوضة مسكرة ما بيطلع ريحة دخان بالأوضة اللي فيت. طيب أنت من جربتها، يعني كيف قدرت إنه تجيبك؟ كيف وافقوا لك أنا بلبنان إدارة الريجي؟ هل حاولت تسوقها؟ أنا جربتها وبلشنا عم نسوقها وصارت بأغلبية المحلات يلي بيبيعوا دخان وقريبا بكل السوبر ماركت. بتعتبرها إنه من الحلول؟ هل مسموحة بالدول الغربية؟ يعني دول مثل كندا وأستراليا مثل ما عم تفضل؟ مسموحة ومعفية من ضريبة الدخان لأنه منا مأذية، يعني ما فيها لا نيكوتين ولا قطران، والأهم من هذا كله إنه هي منا تبغ، يعني ما عم يحترق التبغ يلي هو بسبب الكانسر للرواية. طيب رح اخذ، انا بحب ذكرك انه على السايت عندي على الانترنت عاده في تفاعل مع الناس، لما شافوا انه في هالحلقه كان في مداخلات كثيره، من ضمنها اخذنا راندملي بطريقه عشوائيه شخصين كانوا معبرين عن رايهم، رح نشوف اذا كان شيء ايجابي او سلبي حول هيدا الموضوع. مساء الخير، مين معي؟ الو، مساء النور. اهلا وسهلا فيك جوستان. كيفك استاذ كريم؟ ايه تفضل، اهلا وسهلا فيك. انا قريت مداخلتك واخترناك لحتى تعبر عن رايك، تفضل شو عندك لتقلنا اياه. نحن صراحه يعني انا خليني اقول لك، انا صراحه عايش برا، يعني عندي قرايب كمان عايشين برا، نحن بنيجي على لبنان بالعيد يعني صراحه. نعم. ونحن كل سنه كنا يعني توصلنا من القرايب، ويعني كنا نجيبها من كندا كمان بسعر كتير رخيص، يعني يعني نحن استغربت هون بلبنان كيف سعره بعده يعني تقريبا مثل سعر الباقي المعسلات، مع انه برا يعني مثل ما قال الشاب اللي كان عم بيحكي انه اغلى بكتير. انا كنت جيبها، يعني كنا جيبها معنا من كندا هون، هلا صارت موجوده بلبنان صراحه. طيب هي فعلا مثل ما عم بينحكى عنها؟ لانه في شيء بعض الاحيان غير واقعي، في كتار بيسالوك انه بلا قطران بلا تبغ بلا نيكوتين، طيب يلي عم بدخن عم بدخن شيء عم بحس بشيء؟ ليك صراحه يعني قادره تاخذ محل يعني الارجيله العاديه؟ نعم، لاقول لك ليه. في كتير عالم يعني شغلتها تأرجل، يعني إذا بتأرجل مثلا شيء مش على ذوقها ما بتكفي الأرجيلة، في عالم عم بيبقوا أكثر من ساعة وساعتين وثلاثة، لا في دوخة لا في وجع، وحتى الراس يعني أنا عم بحكيك عن خبرة ما بيشحرق، يعني بتحط الفحم عليه حتى بعد ساعتين طيب في ترجع تشربه. خلينا خلينا بكندا، يعني لو إنه بكندا بأستراليا مطرح ما هي، لو إنه هالقد يعني منا موثوق فيها ومنا مضبوطة مثل ما عم بيحكى، ما بظن ابدا انه بيسمحوا بهيك شيء يكون موجود. مسموحه يعني بالرغم من قرار منع التدخين بالاماكن العامه؟ نعم. المقفله؟ نعم، هيدا هو أكيد السؤال يلي بهمنا نوصل له. انا بعتقد انه هي من الحلول، اذا مش كانت الحل،
لأنه اليوم التدخين إذا منع بالأماكن العامة لسبب أنه بيضر بالصحة، وخاصة اللي ما عم يشرب هالأرجيلة. بينما اليوم لما بتكون عم بتعمل شيء هيربل مثله مثل أي أودور، المهم أنها تكون عم تاخد الطعم اللي أنت بدك إياها بدون ما تأذي غيرك. ونحن عم بحكيك عن خبرة، أنا بشربها من زمان، من 3 سنين تقريباً كان عم يحكوا عنها، نحن عم نشربها، ما كانت موجودة بلبنان، هلأ موجودة بلبنان. يعني أنت اعتراضك الوحيد أنه بعدها يمكن أغلى من غيرها؟ مش قصة، أنا اعتراضي أنه محطوط عليها وزارة الصحة تحذر، يعني أنا بعتقد أنه هيدي مش دخان، يعني أنا ببيتي مثلاً بحطها ما بعتقد أنه هي دخان، لأنه أنا ما بدخن، أنا بشرب مثلاً طيب. هالأرجيلي بس أنا ما بدخن بالعادة. طيب. بدي اشكرك، انا بدي اشكرك لانك رجعت اتصلت فيه تضوع هذا الموضوع، لانه صراحه حبيت اشكر اللي جابه، لانه عن جد خطوه كثير مميزه بهالوقت نحن فيه هلا. اوكي، اهلا وسهلا فيك. طيب انا بدي اوجه له شكر لانه وفر علي كثير من اللي انا بدي اقوله، وبالفعل نحن تعذبنا اول ما جبناها، وحتى طلبوا مني، ما قبلوا بشهاده برا، طلبوا مني شهاده من مركز البحوث اللبنانيه هون، وحتى الشهادة ما بعرف إذا فيها تأخذها الكاميرا، طلعت شهادة مركز البحوث كمان ما كشفت إنه فيها نيكوتين، يعني ما فيها شيء بيضر. بس مع هيدا وكله انجبرنا نحط تحذير وزارة الصحة عليها، ما بعرف شو بيرجع بيصير بعدين بهيدا الموضوع. شو هو التحذير؟ يعني شو بيقولوا؟ مثل ما بيقولوا عادة وزارة الصحة تحذر أن التدخين يؤدي إلى أمراض خطيرة ومميتة. طيب أنت مع قرار منع التدخين، معقول تكون ضده؟ يعني لا، أنا بالعكس، أنا مع قرار منع التدخين بس ما يتطبق بشكل عشوائي، لأنه في كتير عالم بدها تنأذي، يعني في استثمارات عالية، في ناس دافعين بدو يدفعوا أجارهم كل فترة عم بيزيد. أنا مع قرار تطبيق منع التدخين بالأماكن العامة مثل الوزارات، مثل المؤسسات الرسمية تبع الدولة يلي مجبور هالشخص يفوت عليها تيخلص معاملاته، مثل طلع بالأوتوبوس شخص عم بيدخن بالشتوية معبق الأوتوبوس كله مجبور يفوت. بس في محلات معروفة للأرجيلة، هالشخص اللي عم بيفوت رايح يفوت على محل معروف، محل للأراجيل، طيب هذا في يفوت وفي ما يفوت، حرام هذا الاستثمار، هالشخص اللي عامل هالقد بادجت وفي عيال عم تعيش من وراها. ونسبة السياح مثل ما تفضلت حضرتك وقلت أنه ما في عنا كتير أجانب، أغلبية السياح اللي عنا النسبة الأكثر هي عرب، وهن بيحبوا قعدة الأرجيلة، بعدين بيحبوا إذا شخص قعد حتى يأكل بده يقعد نص ساعة ماكسيموم ساعة، أكل وأخذ الحلو تبعه بعد الأكل بعدين شو بده يعمل؟ بينما إذا حاطت أرجيلة بيقعد بيسهر بيتسلى بيرفه عن حاله. طيب انتو بتستوردوها مثل الدخان، يعني نفس بلبنان عم نستوردها بنفس الطريقة مثل الدخان عن طريق إدارة حصر التبغ والتنبك الرجي. طيب رح ناخد اتصال تاني، اخر اتصال بالناس اللي عم بيعبروا عن رأيهم. اخذت اتصال كان عندي عنات شيء ايجابي، بدي اشوف هيدا الموضوع، هيدا الاتصال ان شاء الله سلبي. لا بعرف انه انت صدرك رأي قلت لي مفتوحين. الو مساء الخير. بوصار، اهلا وسهلا فيك، تفضلي. سوري بس انا كنت حابة استعلم عن شغلة بخصوص سواكس، انه هلأ بتقولولنا انه هو 0% نيكوتين وطار وتنبك وكل شيء، بس حابة كنت اتأكد، لانه اليوم بتعرف انت بلبنان كل شيء بينسرى، وانا بشخص ضد التدخين، بس اذا بتأكد انه هذا البرودوي ما فيه كل هيدول ساعتها بتشجع يمكن يصير أرجل. طيب وصلت الصورة، بس أنت من يلي ضد التدخين بالمبدأ؟ ضد التدخين. طيب أكيد، لأنه بيضر، مش بمعنى هو بالعكس، الأرجل شيء كتير حلو، بس إذا بدأ تضر صحته للإنسان أنا ضده. طيب بدي أشكرك، في عندك شيء تضيفيه؟ تحب تقول له شيء؟ لا أبداً، بس رح أقول أنه رح أنشر على الإنترنت كل الوثائق، في عنا شهادة من لأنه كتار بيشككوا. أي في عنا شهادة من المختبر من أمريكا، وفي عنا شهادة من بلد المنشأ، وفي عنا الإنجريدينتس تبع الشركة، وفي عنا شهادة من مركز البحوث، بالإضافة أنه منا خاضعة لضريبة الدخان بكندا وبأستراليا وبأغلبية الدول الأوروبية. سو انا رح احط هدول الوثائق على الانترنت، بيقدروا يعملوا سيرش عليهم ويشوفوهم، والتجريب هو اكبر برهان في عندهم موجوده. لا بس انا بيهمني الاشياء التقنيه، من يراقب؟ يعني وقت تحكي مركز البحوث، مركز البحوث هو تابع للدوله اللبنانيه، هو بالجامعه اللبنانيه بالحدث،
هيدي نعم. شهادة مركز البحوث، ما بعرف إذا رح تقدر تاخذهم الكاميرا. هيدي شهادة اللابوراتوار، هيدي شهادة بلد المنشأ والإنجريدينز، وفي شهادة بعد من أمريكا كمان لأنه عم تتصدر على أمريكا، وهي أنتر بارانتيز هون نمبر 1 بالعالم. نحن بدنا نبعد عن الدعاية. أنا بهمني أقول إنه إذا يعني بهمنا نحن لصحة الناس إنه صار في حتى بالمعسل، لأنه عادة منشوف بعلب السويقير لايت سوبر لايت إكسترا لايت، وفي إمكانية إنه واحد يوفر شوي على صحته. يوم اللي عم نحكي بقرار منع التدخين عم بيقولوا محلات الأراجيل يلي دافعين استثمارات بالملايين وإنه هالمحلات ما عم بتقدم بديل. فإذا في هيدا البديل اللي عم تحكي عنه صفر قطران صفر نيكوتين مثل ما كنت عم تتفضل، في ناس بيقولوا لك إذا الدخان بيضر أو بيقتل أنا ضده ولو بدي أتسلى. يعني بدنا نمنع الناس يضروا حالهم. أنا شهادتي رح تكون مجروحة بهذا الشيء لأنه أنا صاحب المنتج وصاحب الشركة يلي جابته. بس بشهادة الدولة الكندية وبشهادة الدولة الأسترالية وبكل شهادات الدول يلي هن عارفينه من ضريبة الدخان، بعتقد هذا بروف كبير. بغير دول بالدول المجاورة عم بتوزع منه؟ بعد نحن أخذنا وكالة الميدل إيست بس بعد ما انتشر كتير بي بي بكل ال. طيب بدي أختم بموضوع بكلمة أخيرة، هل اقتصاديا رح تضرك يعني شركة ومثل ما عم بشوف أنك حتى في استثمارات عم تعمل حملات إعلانية كتير مهمة، ومن هيك نحن دعيناك شفنا أنه كان في حملة على الطرقات، قدي ممكن أنه تضرك؟ وهل بتعتقد الناس خارج الأماكن العامة كمان ممكن ان تستهلك الاراجيل؟ انت من ضمن شغلك وخبرتك والاستطلاعات اللي عملتها للراي من ضمن المراكز اللي عم بتبيع فيها هالمنتج هيدا، المشكل انه بعد العالم ما عم يقدروا يصدقوا انه مزبوط ما فيها. طيب نحن اذا صار عندنا كل هالوسائل هيدي، بس انا اللي السؤال اللي بهمني اطرحه انه الناس بتدخن ببيوت، يعني من هو المستهلك يعني داخل مراكز البيع؟ هل المستهلك اللبناني بيروح على السوبر ماركت حتى بيشتري معسل كمان؟ هيدي بدنا نعمل دراسه سوسيولوجيه او فقط بالاماكن اللي بتقدم اراجيل؟ في نسبة من المدخنين عم نحكي لا. في 30% بيدخنوا كل يوم وببيتهم، وفي نسبة بيدخنوا بيظهروا حتى يتسلوا مع أصحابهم وتيرفهوا مثل سبق وما قلت أنهم إذا قعد وأكل وقدي بده يقعد أكثر من نص ساعة ثلاث أرباع الساعة بعدين شو بده يعمل، بينما لما بيكون أخذ أرجيلة بيقعد وقت أكثر بيرجع بيشرب درينك بيرجع بيتسلى يعني بيموه عن حاله. هيدي الأرجيلة حتى يمضي وقت يعني تسلية، صار في طريقة أنه بيتسلى وما بيضر حاله وبنفس الوقت ما بيضر العالم يلي موجودين حده. طيب بدي أشكرك وأهلا وسهلا فيك. وأنا بشكرك وبنهنيك، يعني إن شاء الله أنه تكون حل لهالمشكلة الاقتصادية اللي عم نحكي عنها مع وزير السياحة وكمان مع عبد الرحمن بن دقجي اللي عنده مصالح عنده في استثمارات كبيرة، في استثمارات عنده سلسلة مقاهي في كتار مثله، واليوم في ناس اليوم فتحوا عم بيرجعوا يدفعوا أجريات عندهم مئات ربما ألاف من الموظفين، ومثل حضرتك كمان عم تستورد. ويلي ما عنده محل برا أو بالشتوية شو راح يكون مصيره؟ يعني في عالم مهدد بأنه تسكر محلاتها. أنا برجع بقول مع تطبيق بطالب. القرار بالأماكن العامة المجبور الكل يفوت عليها، بس في محلات مخصصة للأرجيلة يلي بينزعج من الدخان فيه ما يفوت عليها. شكرا جزيلا. بدي أشكر جميع يلي تابعوني. كريم الجميل بمسيكم من الـ MBN من بيروت، مساء الخير.